عموتة أخذ ترند بالكلام، والجميع بصراحة يشكر عموتة وينسب أيضا الفضل هو للنشامة، لأنه وصلنا لمرحلة حقيقة تاني آسيا وتصدرنا مجموعتنا في كأس العالم. ولكن أنت متابع ورواية رسمية حقيقية كانت غائبة، يعني فجأة عموتة اللي وصلنا لتاني آسيا بيطلع ومنشكره. طب احكوا لنا شو صار من مشروع الأربع سنوات إلى مشروع عام واحد، كيف رحل عموتة بهذه السهولة؟ المكتوب مقروء من عنوانه، المتابع للشأن الكروي الأردني بعرف أنه عموتة راحل عن الكرة الأردنية في خلال مباريات كأس آسيا، وفي المباريات الأخيرة أعلن أنه ظرف عائلي هو قد يقود للرحيل عن المنتخب. هذا التصريح قابله صمت مدهش من اتحاد كرة القدم، صمت غير مبرر. استمر هذا الحديث، أنجزنا في كأس آسيا، رجعنا على عمان، المدرب راح على المغرب، تعددت تصريحات للكابتن حسين عموتة، خاصة التصريحات التلفزيونية اللي أعلن فيها أنه قد يرحل عن منتخب النشامة، غياب الرواية الرسمية من اتحاد كرة القدم. هذا الشخص المتابع، لكن أكد الاتحاد أنه باقي، يعني طلع الاتحاد وحكى أنه باقي موجود معه. هون المشكلة، يعني الاتحاد بنفي، يعني قبل حتى مع تصريحات عموتة الأخيرة اللي بعد كأس آسيا عن رحيله على المنتخب، في آخر تصريح له لما رجع من المغرب كان في تصريح أنه هو باقي، انتهت المشكلة وحلت جميع الأمور وهو باقي في المنتخب. كل هذه التصريحات المتناقضة للمدرب ما كان في تعليق منها من اتحاد كرة القدم. القارئ الجيد للمشهد بيعرف أنه المدرب راحل عن المنتخب، لأنه في كواليس هذه التصريحات كان في أعتقد يعني شبه تصادم بين الاتحاد وعموتة بشأن هذه التصريحات. أول شيء، هو مدرب لا يمكن أن يخرج بتصريحات إلا بإذن من اتحاد كرة القدم. من الدائرة الإعلامية في اتحاد كرة القدم هي المشرفة على تصريحات مدرب. عموتة كان يعني واضع اتحاد كرة القدم خلفه، وكان يصرح على أساس أنه هو المدير الفني للمنتخب، فتصريحاته كانت تدل على أنه هو راح يغادر المنتخب الوطني. فكانت هذه التصريحات معروفة حتى بعد مباراة طاجكستان وبعد مباراة السعودية وبعد تصريحه أنه باقي. أتحدث خلال آسيا ولا ما بعد آسيا؟ أنا أتحدث ما بعد آسيا. ما بعد آسيا كانت الصورة واضحة للمتابع، للي بده يشوف، اللي ما بده يشوف لا بقول لك عموتة باقي. اتحاد كرة القدم نفسه ما كان عارف، يعني كل المشاهد وكل المؤشرات بتقول إنه اتحاد كرة القدم هو مش عارف إنه عموتة راحل أو باقي، لأنه أي سؤال إعلامي لاتحاد كرة القدم هو سؤال بالنفي وسؤال وجواب غير مقنع. حتى إنه اتحاد كرة القدم كان واضع خطة بديلة، أنا بتوقع وجود جمال سلامي كان ضمن الخطة البديلة، ضمن الكواليس اللي كانت تدور بين عموتة والاتحاد، إنه أنا بدي أطلع، أنا بدي عندي عرض، الاتحاد يقول له يعني الوقت غير مناسب. الشغلات الإعلامية اللي صارت، خلينا إحنا مصلحة المنتخب هي المصلحة العليا. الآن إحنا على أبواب مرحلة حاسمة ومهمة. الآن المدرب بعد آسيا قال أنا بدي أطلع من المنتخب، المفروض على اتحاد كرة القدم بعد نهاية آسيا يقعد معه. إذا بدك ترحل صعب انك انت تمسكه، في شرط جزائي هو اللي بحكم الموضوع. اذا بدك ترحل خلينا نحسب الموضوع ونرتب امور المنتخب، لانه الوقت ضيق اللي بحكمنا للوصول للدور الحاسم. اذا انت باقي كمدرب خلينا نتفق ونمشي الامور. فما كان في وضوح في هاي الفتره. اتحاد كره القدم اعتقد خلال كل هاي الفتره كان يحاول انه يستمر استمرار عموتة، لكن ما نجح يمكن في المفاوضات، والمدرب اصر بسبب